مرحبا بكم مشاهدين في أولى نشراتنا الإخبارية، وقبل البداية إليكم العناوين. البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية يوسع نشاطه في تونس باعتماد مستشار اقتصادي إقليمي باتجاه بناء شراكة فاعلة واستراتيجية. سعيا لتنويع المنتجات السياحية، تونس تستعد لإطلاق استراتيجية استدامة القطاع السياحي في أفق 2035. تصاعد الحرب الكلامية بين روسيا وأوكرانيا بشأن تدمير سودنوفا، وكييف تدعو الأمم المتحدة إلى تصنيف روسيا دولة إرهابية، والكرملين ينفي تورطه في ذلك. إذن بدأت رئيسة مجلس الوزراء بالجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني زيارة صداقة وعمل إلى تونس اليوم بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. وقد استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية يعمل على توسيع نشاطه في تونس، هذا ما أكده النائب الأول لرئيس البنك خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، التي ثمنت وقوف البنك الأوروبي إلى جانب تونس عبر العديد من المشاريع المنجزة من قبله. سيوسع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نشاطه في تونس باعتماد مستشار اقتصادي إقليمي بها، ذلك ما أعلنه النائب الأول لرئيس البنك يورغان ريكتيرينغ في لقائه أمس بقصر الحكومة بالقصبة رئيسة الحكومة نجلاء بودن، التي ثمنت وقوف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى جانب تونس والمشاريع المنجزة من قبله في عدة مجالات منها التنمية المستدامة والنقل والطاقة، ما يعكس المستوى المتميز للتعاون القائم بين تونس والبنك. من جانبه وفي لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط سامر سعيد، قال النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورغان ريكتيرينغ إن قرار البنك اعتماد مستشار اقتصادي إقليمي في تونس يعكس رغبة البنك في بناء شراكة فاعلة واستراتيجية في ظل تعاون مالي قارب الملياري يورو. وبهذه المناسبة تم التركيز على الأولويات التنموية التي تم ضبطها في إطار المخطط التنموي 23 و2025، وأبرز التوجهات والبرامج القطاعية خاصة في عدد من المجالات الحيوية التي يمكن أن توفر فرصا لتعزيز التعاون المالي والفني بين البنك وتونس في وقت تراهن فيه تونس على دفع الاقتصاد الأخضر ومجابهة التغيرات المناخية والطاقات المتجددة ومجال اقتصاد المعرفة، خاصة فيما يتعلق بالانتقال الرقمي الاستثمار الخاص والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص ومجال التمكين الاقتصادي ودفع التنمية الجهوية والبشرية وفق رؤية إصلاحية تعزز الاستقرار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي. أفاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أثناء لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان أمس الاثنين أن إمضاء مذكرة التفاهم بين تونس والأمانة العامة للمجلس بشأن آلية للتشاور بين الطرفين سيشكل حجر زاوية مهمة في مسيرة التعاون مع دول الخليج ومنطلقا لإعداد مخطط تنفيذي للسنوات المقبلة. وأضاف البديوي أن العناية بالجالية التونسية بدول الخليج العربية وتطوير الاستثمارات بتونس ستمثل أهم الأولويات التي سيقع التعاون بشأنها. من جانبها نوهت رئيسة الحكومة بعمق علاقات التعاون بين تونس ودول الخليج، داعية إلى ضرورة مواصلة العمل على ترسيخ سنة التشاور بين الطرفين لتشمل مختلف المجالات. كما أكدت أن الحكومة ستعطي الأولوية للإسراع في استكمال إنجاز المشاريع التنموية الممولة من قبل شركات استثمارية خليجية، مع السعي لاستقطاب استثمارات جديدة في إطار التوجه الحكومي والاستفادة من الكفاءات والخبرات التونسية داخل حدود الوطن. في مسعى لتنويع المنتجات السياحية، تستعد تونس لإطلاق استراتيجية استدامة القطاع السياحي في أفق 2050 تقديمها خلال جلسة عمل انعقدت بمقر وزارة البيئة بإشراف وزير السياحة ووزيرة البيئة، تم خلالها التطرق إلى سبل تطوير المؤسسات السياحية، خاصة وأن تونس إزاء موسم سياحي واعد حسب معطيات وزارة السياحة. هي تونس، بحرها، غاباتها، جبالها، صحراؤها، أكلاتها وموروثها،
يزورونها للاكتشاف والتمتع بما تزخر به من خيرات. فهذه المواقع السياحية وغيرها استقبلت في المدة الأخيرة آلاف الزوار بعد أن سجلت العائدات السياحية ارتفاعاً بنسبة 57.7% خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 1.7 مليار دينار حسب أحدث البيانات المنشورة من طرف البنك المركزي التونسي. وبالتزامن مع هذه الأرقام تستعد تونس لإطلاق استراتيجية استدامة القطاع السياحي في أفق 2035 تستند إلى مقاربة النمو المستديم والمتوازن والمتنوع وترشيد إنتاجية القطاع السياحي لأجل سياحة مسؤولة وفق وزارة السياحة والصناعات التقليدية. وتستهدف هذه الاستراتيجية إرساء سياحة عصرية محفزة للاستثمار في الموارد المحلية والتنمية التكنولوجية والتغيير المؤسساتي في وقت تتجه فيه تونس نحو تنويع المنتجات السياحية مع إعادة تأهيل السياحة الشاطئية التي تعد العمود الفقري للسياحة التونسية من خلال إرساء دليل تطبيقي يسمح بتجنب الهدر على مستوى الأغذية والموارد المائية فضلاً عن ترشيد استهلاك الكهرباء. واستعداداً للموسم السياحي انتظمت جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والبيئة خصصت لمتابعة سير الموسم السياحي وكذلك لإيجاد الحلول الكفيلة بحسن استغلال الملك العمومي البحري والمحافظة على الشريط الساحلي. وتطرقت الجلسة المنعقدة بإشراف وزير السياحة ووزيرة البيئة إلى مختلف الصعوبات التي تعترض المؤسسات السياحية لتطوير نشاطها تزامناً مع تحسن المؤشرات السياحية التي تنبئ بموسم سياحي واعد. في الشأن العالمي وفي مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، تم اليوم تدمير سد نوفا كاروفكا المتموقع جنوب البلاد، وقد وصفت الرئاسة الأوكرانية العملية بأنها جريمة حرب، ودعت كييف الأمم المتحدة إلى تصنيف روسيا دولة إرهابية، بينما نفى المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف ذلك متهما أوكرانيا بتدمير السد. اتهمت القوات المسلحة الأوكرانية روسيا بتدمير جزء من سد نوفغا كاخوفكا على نهر دنيبرو، وهو جزء من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية جنوب أوكرانيا. وقد عقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن القومي والدفاع لبحث تداعيات الحادث، واتهم القوات الروسية بتفجير المحطة من داخلها خلال الليل. رئيس الوزراء الأوكراني أعلن من جهته أن نحو 80 منطقة سكنية يقطنها أكثر من 22 ألف نسمة أصبحت مهددة بالفيضانات، وأن العمل جار لإجلاء السكان عبر القطارات إلى منطقة ميكولايف. بدورها قالت هيئة الطاقة الأوكرانية إن محطة نوفغا كاخوفكا دمرت بالكامل ولا يمكن إعادة بنائها أو إصلاحها، مضيفة أن منسوب المياه في خزان السد يتناقص بسرعة ما يمثل تهديدا إضافيا لمحطة زاباروجيا النووية. الجانب الروسي في المقابل الذي يسيطر على أجزاء من خيرسون اتهم أوكرانيا بتفجير السد باستخدام رجمات صواريخ، إذ قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن أوكرانيا دمرت السد لصرف الانتباه عما وصفه بهجومها المضاد المتعثر. وعلى جبهة دونيتسك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر من اليوم أنها أحبطت هجوما أوكرانيا كبيرا وألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر بشرية ضخمة ودمر 8 دبابات ليوبارد مع استمرار القوات الأوكرانية في القتال. تحتد المعارك بين طرفي النزاع في السودان بعد انتهاء هدنة لوقف إطلاق النار توسطت فيها السعودية والولايات المتحدة. وقد وصف مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الوضع في هذا البلد بعد أكثر من 7 أسابيع من القتال بالخطير. جميع المدنيين الموجودين بالسودان في خطر، هكذا قيم مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الوضع في هذا البلد بعد أكثر من 7 أسابيع من الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ولم يخفي غراندي صدمته لمقتل 10 لاجئين على الأقل في هجوم بالعاصمة السودانية الخرطوم، مطالبا بوقف إطلاق النار لإنقاذ الأرواح وفتح المجال لتقديم المساعدات. هذا النداء يتزامن مع احتدام المعارك بين طرفي النزاع بعد انتهاء هدنة لوقف إطلاق النار توسطت فيها السعودية والولايات المتحدة، وكانت العاصمة السودانية أمس مسرحا لقصف واشتباكات عنيفة.
ما يقارب شهرين من المعارك خلفت موجة نزوح أكثر من 1,200,000 شخص داخل السودان، فيما فر نحو 400,000 إلى الدول المجاورة على غرار جنوب السودان وتشاد. أما الذين مكثوا بالعاصمة فهم في حالة رعب مع كل قصف جوي واندلاع للمعارك، هذا زيادة عن الفوضى التي انتشرت بفعل أعمال السلب والنهب، وحتى المستشفيات لم تكن خارج دائرة الصراع. الاتحاد الأوروبي أكد أنه يراقب ويوثق ما وصفها بانتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد، متوعدا بمحاسبة المسؤولين عنها، كما دعا في بيان له إلى الوقف الفوري للقتال وإفساح المجال لاستئناف عملية انتقال سياسي شاملة، مؤكدا مواصلة العمل مع جميع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بما فيها الاتحاد الأفريقي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان لتحقيق هذا الهدف. أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن الأمم المتحدة تحققت من 315,000 انتهاك جسيم ارتكبته أطراف النزاع ضد الأطفال في أكثر من 30 حالة صراع في إفريقيا وأسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. الحرب في النهاية أكثر ضحاياها الأطفال، وأن التعرض للنزاع له آثار كارثية على حياتهم. هذا ما أكدته المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل في توثيق للانتهاكات المأساوية والمتوقعة ضد الأطفال، حيث كشفت المنظمة الأممية في تحقيق لها عن 315,000 انتهاك جسيم ارتكبته أطراف النزاع ضد الأطفال في أكثر من 30 حالة صراع في إفريقيا وأسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وبحسب اليونيسيف فإن ما لا يقل عن 120,000 طفل قتلوا أو شويوا بسبب الحروب حول العالم بين عامي 2022 و2000، أي بمعدل 20 ضحية يوميا، وأن أكثر من 16,000 هجوم نفذ على المدارس والمستشفيات خلال نفس الفترة. وقدرت المنظمة إلى أنه بحلول عام 24 و2000 سيحتاج قطاع حماية الأطفال إلى 1.5 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجاتهم في النزاعات المسلحة، ليرتفع إلى 1.37 مليار دولار بحلول عام 26 و2000. ويشمل ذلك خدمات هامة مثل لم شمل الأسر ودعم الصحة العقلية ومنع التجنيد. وتحدثت المنظمة الأممية في تقريرها عن عجز وشيك في التمويل إذا استمر الوتيرة الحالية للتمويل الإنساني، وتوقعت أن يصل إلى 835 مليون دولار في عام 24 و2000، ليتفاقم إلى 941 مليون دولار بحلول عام 26 و2000. وبتأكيدها بأن العالم لا يفعل ما يكفي لحماية الأطفال من الحروب على الرغم من درايته بما يجب القيام به، دعت اليونيسيف في بيان لها اليوم بالتزامن مع إطلاق مؤتمر أسلو حول حماية الأطفال في النزاعات المسلحة واجتماع الدول والجهات المانحة والمجتمع الإنساني في النرويج إلى التمسك بالقانون الدولي وتقديم الحكومات للالتزامات الجديدة والجريئة لدعم وتفعيل القوانين والمعايير الدولية المعمول بها بالفعل لحماية الأطفال في الحروب، ووقف تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات والقوات المسلحة، ووقف استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، إضافة إلى ضرورة محاسبة الجنات عندما تنتهك حقوق الأطفال، وإلى جانب تكثيف التمويل الحيوي لحماية الأطفال في حالات النزاع بنطاق والسرعة المطلوبين. لليوم الثاني على التوالي تتواصل في مدينة بون الألمانية المفاوضات التمهيدية لمؤتمر المناخ العالمي كوب 28 المقرر تنظيمه في دولة الإمارات من 30 من نوفمبر إلى 12 من ديسمبر نهاية السنة الجارية، وذلك بهدف إحراز تقدم في بعض القضايا المتعلقة بالمناخ وسط توقعات بصعوبة المفاوضات بسبب الموقف الإماراتي من الوقود الأحفوري. في مدينة بون الألمانية تتواصل لليوم الثاني على التوالي وإلى حدود 14 من الشهر الجاري المفاوضات التمهيدية لمؤتمر المناخ العالمي المقرر عقده في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة نهاية هذا العام، وذلك بهدف إحراز تقدم تقني في بعض القضايا المتعلقة بالمناخ. لكن هذه المفاوضات تشوبها عديد النقائص والإخلالات، أبرزها عدم اتفاق الهيئات الفرعية الدائمة للنهائيين يضبط
طويل النقاش التي يفرضها واقع التغير المناخي في العالم، والتي يجب طرحها في مؤتمر بون، ما يبدد التفاؤل بأن يثمر الاجتماع الذي يستمر لعشرة أيام عن برنامج واضح لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في دبي. وفي هذا السياق أكد مراقبون أن القضية الخلافية الرئيسية تتعلق بما إذا كان ينبغي وضع بند في جدول الأعمال بمؤتمر بون اقترحه الاتحاد الأوروبي بخصوص التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وهي مسألة مرفوضة من قبل الجانب الإماراتي. ووسط توقعات بصعوبة المفاوضات بسبب الموقف الإماراتي من الوقود الأحفوري، يشكل مؤتمر بون في ألمانيا فرصة لرئيس الدولة 28 لمؤتمر المناخ العالمي لمخاطبة المشككين به، وتعلق آمال المشاركين على أن يحقق المؤتمر تقدما في قضايا التمويل الملموس للخسائر والأضرار ذات العلاقة بالتغيرات المناخية، أو التعهد بصرف 100 مليار دولار سنويا للبلدان الفقيرة للتكيف مع تغير المناخ وتنفيذ الانتقال في مجال الطاقة. بعد رحلة مستقلة دامت 33 يوماً، أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية أن مركبة الشحن الفضائية تيانشو 5 عاودت الالتحام مع مجموعة المحطة الفضائية في المدار اليوم. وذكرت الوكالة أن مجموعة المحطة الفضائية في حالة جيدة، وستجرى الأعمال اللاحقة حسب ما هو مخطط لها. نأخذكم الآن في جولة إلى مدينة تدمر السورية التي استعادها الجيش السوري بشكل كامل من تنظيم الدولة الإسلامية. هذه المدينة المعروفة بلؤلؤة البادية والمدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة للتراث العالمي لقيمتها التاريخية وآثارها دمر. تدمر السورية أو مدينة زنوبيا التي سيطر عليها البغدادي أقدم المدن التاريخية في العالم، لطالما كانت تسمى بجوهرة التاج الأثري للبلاد وأحد مواقع التراث العالمي لليونسكو الستة في سوريا. وملتقى الثقافات، كل هذه السجلات التاريخية وآلاف السنين من التاريخ والحضارة أراد تنظيم الدولة الإسلامية محوها عبر طمس معالمها وآثارها. الآن وبعد 8 سنوات من الحرب يبدو الأمر ليس بالسهل لإعادة ترميم ما أفسدته الأيادي العابثة. بعد دخول تنظيم داعش إلى هذه المدينة قام بتدمير الكثير من القطع الاستثنائية والفنية في متحف تدمر ليغطي على ما سرقه من هذا المتحف المهم. ورغم ما ألم بمدينة تدمر من خراب وخسائر، إلا أن التاريخ لا يمحى، وبقيت هذه المدينة شامخة تجتذب عشرات الآلاف من الزوار والسياح كل عام. نحن نحب التاريخ ونحاول الذهاب إلى جميع الأماكن التي بها أثار رومانية في العالم. لم أرى تدمر حتى الآن لكنها تبدو رائعة. أردنا زيارة سوريا بعد الحرب رغم التحذيرات من الذهاب إلى هناك. سنوات الضياع، ضياع تاريخ مدينة بأكملها، أو سنوات الحرب والهدم والدمار، كلها كانت كفيلة لتلف العديد من أثار مدينة تدمر التاريخية، منها تفجير قوس ومعبد. دمار كلف تدمر خسائر طائلة، حتى أن استعادة الحياة والروح فيها يتطلب العديد من التمويلات لتدب الحياة فيها من جديد شيئا فشيئا. 12 سنة أدوا إلى تراجع أعمال الترميم لأسباب كثيرة ذكرتها، منها المواد ومنها الحصار الاقتصادي. أرادوها ركاما تحت الأنقاض، أرادوها بلا معالم ولا عنوان، إلا أن أصحاب الحياة يحاولون دائماً لملمة بقايا ما تبقى وإرجاع الروح لهذا المكان الخالد. إن شاء الله بترجع مثل أول وأحسن، من بلد كان مستعمر مخرب لبلد صار تواجد فيه بني آدمين، صار فيه كهرب، صار فيه مي، صار فيه شيء، يعني الحمد لله. مشاهد الدمار هذه التي خلفتها الحرب في سوريا وأتت على أحد أكبر المواقع الأثرية في العالم، طالت المسارح والشوارع والأثار والمعالم، تقف الآن على الأطلال حزينة تنظر إلى الركام وحجم الخراب الذي ألم بالمكان في انتظار إعادة إعماره وإرجاع الحياة له عبر المشاريع المعطلة إلى الآن.
في أخبار الرياضة، تنطلق اليوم عاشر جولات مرحلة تتويج بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث يستضيف اتحاد تطاوين بملعب المرحوم نجيب الخطاب النادي الإفريقي، وتدور غدا الأربعاء الدفعة الثانية من الجولة العاشرة عندما يحل أولمبي البيجي حامل لقب الكأس ضيفا على الترجي الرياضي بملعب رادس، فيما يحتضن ملعب بن جنات درب الساحل بين اتحاد المنستيري وضيفه المتصدر النجم الساحلي، على أن تختتم الجولة بعد غد الخميس بمواجهة النادي الصفاقسي وضيفه اتحاد بن قردان بملعب الطيب المهيري. بهذا إذا نصل مشاهدينا إلى ختام النشرة، ونذكركم بأبرز عناوينها. البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية يوسع نشاطه في تونس باعتماد مستشار اقتصادي إقليمي باتجاه بناء شراكة فاعلة واستراتيجية. سعياً لتنويع المنتجات السياحية، تونس تستعد لإطلاق استراتيجية استدامة القطاع السياحي في أفق 2035. تصاعد الحرب الكلامية بين روسيا وأوكرانيا بشأن تدمير سودنوفا، وكيف تدعو الأمم المتحدة إلى تصنيف روسيا دولة إرهابية، والكرملين ينفي تورطه في ذلك. في الختام لكم مني أجمل تحية، إلى اللقاء.